موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. ذكرت صحيفة البايس الإسبانية أمس الأربعاء نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسميها أن مدريد سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج لسفارة المغربية بسبب إقامة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية. وقالت الصحيفة إنه رغم محاولة الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة لتفادي الاحتكاك مع المملكة المغربية بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية حادة لم تنتهي بعد بشكل نهائي، إلا أن وزير خارجيتها خوسي مانويل ألباريس اعتبر ما حدث احتلالاً غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية وتهديداً للبيئة وخطراً على سلامة الملاحة البحرية. وأشارت الصحيفة أن وزارة النقل الإسبانية فتحت تحقيقاً مع الشركة الإسبانية التي قامت بتوريد وتركيب الأقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة المشروع. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وجرح نحو 20 آخرين في انفجار عنيف هز صبيحة اليوم العاصمة الصومالية مقديشو. وقالت مصادر من الشرطة بحسب ما نقله موقع هيران المحلي إن 8 أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الطلاب والمعلمون من بين الضحايا. وقد تم تدمير أقسام من مدرسة المقاصر خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من المدرسة. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت المدربين الغربيين الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون العسكرية في طريقهم إلى معسكر قاعدة هالان الواقع في محيط مطار آدم عدي. قضى 27 مهاجراً على الأقل الأربعاء بعدما غرق زورقهم قبالة كالي خلال محاولتهم العبور نحو سواحل البريطانية في كارثة إنسانية غير مسبوقة استدعت من باريس ولندن اتفاقاً على ضرورة الملحة لتعزيز التعاون بينهما. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز فوري لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي طارئ، متعهداً ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى المقبرة. من جهته دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع لبحث الوضع في المانش، مشيراً إلى أنه يريد بذل المزيد من التعاون مع فرنسا لمنح العبور غير القانوني. طلب نواب أردنيون الأربعاء بعقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب الأردني لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن والاحتلال الإسرائيلي للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وطالب الموقعون في مذكرة نيابية بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع العدو الصهيوني والإمارات بشكل مستعجل. ووقع الأردن والكيان الصهيوني في دبي الاثنين إعلان النوايا. علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الأحداث وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق. وكتب الكاظمي عبر تويتر: الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولا سيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور. وأضاف: التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان. أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن دولة الإمارات أعلنت تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان يأتي عقب محادثات التي جرت الأربعاء بين أردوغان وبن زايد لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين. وأضافت أنه سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران بشدة
من الحصول على سلاح نووي. جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيها إذا بدأوا في الاقتراب أكثر من اللازم من صنع قنبلة نووية، عندها طبعاً لن نكون مستعدين للوقوف مكتوف الأيدي. المبعوث الأمريكي لم يوضح ماذا يقصد باقتراب إيران جداً من الحصول على سلاح نووي، كما أنه لم يتطرق إلى الخيارات الأمريكية في تلك الحالة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.